اول حاجه بغيت نقول لكم عزانا وعزاكم واحد في هادشي اللي وقع لنا في المغرب. هي افات ديال الدنيا كتوقع كل مره كتجي نوبت شي بلاد. هاد المره جات نوبتنا، ولكن عندي لكم بزاف ديال لي ميساجات. اول واحد اللي بغيت نقول لكم راه حاجه ما كتوقعش غير لجارك، راه دائما واحد النهار كتوصل نوبتك. دونك الافات علينا حق علينا كامل، اللي ما جاتوش المرض جا الطلاق، اللي ما جاش الطلاق جا لافايت، اللي ما جا لا شافايت جا زلزال كاس الخير. دونك عيشوا كل نهار كما كان كيقول ستيف جوبز، بحال لي هذاك هو اخر نهار باش كتستافد باش من الصحيحه ديالك والعافيه والناس اللي كتبغيو، كتستافد بالسعاده وبزاف د الحوايج. ثاني حاجه اللي بغيت نقول، انا مغربيه وفخوره ما شاء الله، هذا العام العام ديال المغرب، هذه عوينه طرطقات فينا يمكن الله يحيد الباس. اول حاجه عطينا درس عالمي اللي كانت عندنا الكره ما شاء الله. عطينا الدرس الثاني اللي هو ما شاء الله كنا حنا البلد الوحيد اللي في ماتش ديالنا حنايا غاصه سعد عابي، لي تيران كلهم كانوا كيتنقاو هضروا علينا الصحفيين ديال العالم، ديال عطينا درس ديال روح الرياضيه والوطنيه. الدرس الثالث اللي عندنا هذه المره اللهم لك الحمد اللي هو هذا التضامن والتعاون العالم في المغرب من طنجة حتى للكويرة، كلشي كيتعاون باش كيعاونوا هذوك الناس المساكن اللي هما تقاصوا في هذا الزلزال. بزاف ديال لي زاسوسياسيون داروا ان ترافاي ادميراب. انا في الرباط الناس ديال البركه داروا واحد الخدمه اللي هي عالميه. الوغ بغيت نقول لكم الله يخليكم، دابا جوسكا بريزون تجمعوا بزاف ما شاء الله ديال الماكله والشراب وداكشي، الناس اللي في لي فيلاج، الناس اللي مكلوسين ها شنو اللي خاصهم. ومحتاجين حاجه واحده اخرى اساسيه اللي هي الخيمات. الاسبوع القادم ديري انها غادي تكون الشتاء، الا جات الشتاء هاد الناس ما عندهم فين يسكنوا، جل المباني ديالهم هدمت حتى على شي ينعسوا راه ما كاينش. هادو هما الامور الاساسيه. لاسوسياسيون البركه مازال اليوم عاد مازال كيجمعوا مازال لي دون ديالكم، دونك اللي باغي يدير شي حسنه يديرها اليوم. اي حاجه واحده اخرى، كاين واحد الطبيب اللي هو في مراكش سميتو جمال جواد، غندير لكم لي كوردوني ديالو، قال لكم جيو عندو الكابيني مجانا. اللي عنده شي مشاكل ديال شي تهراس، اللي عنده شي مشاكل ديال تصاب في هذا الزنزال يمشي لعندو. غنخلي لكم حتى هو النمره التليفون ديالو. اونكور اون فوا مغربيه وفخوره، الافات كاينه، الموت كاينه، بحق التضامن اللي خرج منه وهذه المساعده والمسانده اللهم لك الحمد. فضل سيدي ربي.